تكلم على أستاذة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الأستاذة حكيمة فصلي، أستاذة اقتصاد بكلية الحقوق بالمحمدية. اليوم جوج مارس قامت مركز البحث لاغينسو اللي أنا كنتمي ليه، قمنا بواحد نقولوا الحفل سيونتيفيك، اون فيت سيونتيفيك اللي هو يوم دراسي حول ريادة الأعمال والرقمنة. الهدف من هذا اليوم الدراسي هو أن نهضروا على ريادة الأعمال يعني بالنسبة للنساء، ونهضروا على يعني التجارب النسائيه في هذا المجال، وكذلك دخلنا الرقمنه بحكم ان الرقمنه اليوم ولات حاجه واجبه، لان ما بقاتش غا اون مود، هذه عده سنوات باش بدات هذا المجهود الرقمنه، وخصوصا بعد الكوفيد اللي يعني لزم للطلبة أنهم يستعملوا لا تكنولوجي لا الشركات. فاليوم الرقمنة ولات واحد الحاجة واجبة، ولات داخلة في العمل اليومي ديالنا. فاحنا حاولنا أننا نربطوا بين ريادة الأعمال بالنسبة للنساء وبين الرقمنة، أي دور يعني للمرأة في هذا الكونتكست. إذا هذا هو العنوان ديال اليوم الدراسي. هذا اليوم الدراسي اللي هو يعني برمجناه في 2 مارس، والجميع يعلم بان جوجما او نقولوا الاسبوع الاول من شهر مارس من كل سنه العالم كيحتفل باليوم العالمي لحقوق المراه، اللي هي محطه للوقوف حول مسار حقوق النساء عبر العالم، وخصوصا مسار حقوق النساء في المغرب، بحيث كنشوفوا في الحمد لله شنو هما تقدم اللي عرفوا الملف، خصوصا بالدعم ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي كان دائما كيدعم يعني التحقيق والتحسين ديال يعني التحسين ديال وضعيه المراه. فالحمد لله كاين يعني ملي كنديروا التقييم كاين تقدمات الحمد لله كثيره، لكن هاد التقدمات لا ما كتوصلش لمستوى انتظارات المغربيات. فالمغربيات كما يعرف الجميع عبر التاريخ كانوا دائما نساء مناضلات، عندهم خلو بصمه في كل المجالات، في المجال يعني في المجال القانوني، في المجال الاعمال، في المجال ديال التربيه، في جميع المجالات المراه المغربيه كتخلي البصمه ديالها. اليوم حنا بغينا هاد المراه المغربيه توصل يعني خصها تكون عندها توصل الحقوق ديالها. ملي كنهضروا حنا يعني كأساتذة على المرأة ما كنطلبوش المساواة. أنا شخصيا وكنا دائما كنطلبوا في يعني اقتصاديا كنهضروا على ليكيتي، يعني أننا كنطلبوا اليوم أن المرأة تعطاها حقوقها بأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها كامرأة. حنا لسنا رجال مختلفين، نحن نساء ونعتز بأننا نساء. فاليوم بغينا هاد النساء المغربيات تعطاهم يعني المكانه اللي يعني المرموقه ديالهم، ما تعطاهمش اكثر او لا اقل، بغينا المكانه ديال المراه تعطى ليها. المراه كتخدم اليوم كتلقى في جميع المجالات، لا في السياحه، لا في المجال ديال الصناعه، لا في المجال ديال الكوميرس، جميع المجالات النساء حاضرات، لكن الاحصاء المجال السياسي خصوصا، لكن الاحصائيات كتدل اليوم بان العدد النساء في المجالات يعني اوبيراسيونيل كثير، لكن في مراكز القرار مازال اليوم يعني المعدل ديال تواجد النساء في مراكز القرار ضعيف وضعيف جدا. فهذا كيدل بان النضال خصو مازال خصنا نناضلو. فاذا في هذا اليوم احنا الحمد لله قسمنا في هذا اليوم الدراسي الى شقين، الشق الاكاديمي بحضور استاذات اللي داروا عروض، وكذلك الشق التقني بحيث اننا استدعينا والحمد لله انهم استجابوا يعني للدعوه، استدعينا بعض النساء اللي هما معروفين في المجال في عده مجالات، مدام سلوى بن القزيز، الاستاذه مدام العالمي نائبه رئيس الجامعه، ونساء اخريات اللي الحمد لله صرفنا لهم الدعوه وهما لبوا الدعوه، واليوم هما كيهضروا مع الطلبه ديالنا باش كيقولوا لهم بان الحمد لله المغرب يتغير، والمغرب ان شاء الله كيمشي نحو الافضل، وحنا كلنا يعني كنتمنوا بان المغرب غدا غيكون احسن واحسن. يعني غتكون دراسه في مجال هذه المناسبه ديال اليوم العالمي للمراه، يعني غتكون واحد الدراسه اللي هي مستقبليه، غتكون يعني غترجع بالفضل الكبير ديال المراه من ناحيه المجال المقاولاتي الذاتي والمقاولات يعني حنا شوف
حنا في كل سنه كنديروا لقاءات كنديروا لقاءات. حنا الحمد لله حنا بما اننا كليه ديال الحقوق فيعني كليه الهدف ديالها هو البحث، دائما كنديروا كنديروا ايام دراسيه، وفي الايام الدراسيه فملي كنكونوا كنناقشوا حول هذه ريده الاعمال حول مكانه المراه في مراكز القرار كنلقاو بان كاين مشاكل وكنسردوا شنو هما دوك المشاكل. اليوم ما خصناش نوقفوا في شنو هما المشاكل، خصنا نشوفوا شنو هما الحلول. من بين الحلول اللي دائما كتجي في المناقشات هو التربيه. خصنا اليوم لان القوانين كاينه الحمد لله المغرب، القوانين هي كاينه، لكن المشكل هو التطبيق. شكون اللي غيطبق هذه القوانين؟ اللي غيطبقها هما المغاربه. خصنا هاد المغاربه يدخلوا، خصهم يدخلوا في الفكره، في الفكر ديالهم، بان المهم اليوم هو لا كومبيتونس. يعني ملي كتلقى امراه اللي عندها الكفاءات خصك تعطيها الحق ديالها. علاش كنقول خاص؟ لان هذه الزاميه اليوم، الزاميه وطنيه، وان مني تبان لك امراه اللي هي مولا ديالها خصك تعطيها الحقوق ديالها. هذه تقدر تبان لبعض الناس بانها سهله، لكن هي ما سهلاش. حنا اليوم الاستاذه مدام سلوى بن القزيز كتهضر لنا على مجلس منافسه اول مره دار والتكوين ديالو، قالت هي كانت في واحد اللقاء وسيد المدير ذاك اللي كان واقف على التكوين ديال هذا الاقتراح ديال الاسماء اعطى اقتراحات كلها ديال يعني ذكور. فنات هي قالت له ماشي معقول هذا مجلس المنافسه الهدف ديالو هو انه يتبع اونتخ اوتخ، والهدف الاهداف ديالو كثيره اونتخ اوتخ يتبع هذا الشيء ديال المنافسه والاسواق الى غير ذلك. قالت له فاللي كيشري في الاصل يعني اكثر اللي كيشري هما النساء، فعلاش ما كاينينش النساء من بين الاعضاء؟ فالسيد نات قال لها زعما غير ما انتبهتش. وهذا هذه الفكره هذه يعني كتجمع شنو طاري اليوم. وانا بعض المرات كاينين الناس اللي ماشي عندهم سوء نيه، لا ما كطيحش عليه الفكره. نعطيك امثله واحده اخرى. دابا اليوم في القوانين التنظيميه فيما يخص المجال السياسي، التكوين ديال المجالس، لا المجالس لا القرويه لا المجالس ديال الجماعات الترابيه لا الجماعات ولا الجهات، دابا القانون تيقول بان خصو يكون واحد البورسنتاج المينيموم. اليوم كتشوف بان جميع المجالس وقفوا في ذاك المينيموم قليل، اعتقد 2% او لا اقل، اللي فعلا قدروا ان يكون عدد النساء اكثر. فهذا كيبين بان القوانين اليوم يعني كتسبق تغيير المجتمع. هذا الشيء علاش خص اليوم طرق ديال التفكير اللي تغير. شكرا لك يا استاذه، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا وعيد مبارك سعيد. جزاك الله خيرا.